السلام عليكم الأصدقاء ومتابعي قناة عادل أفريم لتربية الأرانب. إن شاء الله اليوم غنتكلم معكم على الشروط اللي لازم توفر باش يكون عندك قطيع بحال هكا وتكثر عندك الأرانب. إذا كنت أول مرة كتشاهد القناة، نتمنى تشترك معايا وتفعل الجرس باش يوصلك أي جديد على تربية الأرانب، وما تنساوناش بواحد لايك، شجعونا بلايك الأصدقاء. يلا ندوزو الفيديو. باش يكون عندك مشروع ناجح وتكون عندك تربية سليمة وما يتصابو لكش القناين، خص توفر عندك شروط. اول شرط اللي هو الارضية. الارضية خصها تكون نظيفة، لا في تربية الاقفاص ولا في التربية على الارض، باش تكون عندك يعني مشروع ناجح وتكثروا الارانب بكثرة وما تكونش عندك امراض. خص ضروري تكون عندك الارضيه نظيفه، هذا ضروري في تربيه الارانب. الارنب حيوان حساس، هذه اول حاجه اللي خصها توفر عندك. ثاني حاجه وهي التغذيه او العلف، خصها تكون تغذيه متوازنه، يعني كتجمع بين العلف بين العشب التبان، يعني بزاف ديال الحوايج في التغذيه كيدخلوا في. ثالث حاجه اللي غنتكلموا عليها وهي الوقايه، يعني التحصينات، الوقايه والتحصينات، لي فاكسان اللي كيداروا الارانب لم جي التسمم الدموي او لا المراره امراض الامعاء. بالنسبه للصغار حتى هما كتعرفوا غير كيتصابوا هما بالاسهال، صدمه ما بعد الفطام ملي كيتفطموا كيدخلوا على الربيع، تما راه كيوقع لهم الاسهال. هاد الصغار هادو الخرانيق اللي عندهم العمر ديالهم شهر شهرين، يعني كيتصابوا بواحد الاسهال كانت تسمى صدمه الفطام. رابع حاجه وهي الماء. الماء ضروري في تربيه الارانب وخصو يكون نظيف، ما يكونش فيه، يعني الماء يكون نظيف ما موسخ شيء ويتبدل لهم. الا كنتي كتعطي بحال هكا في داك الطاسات بحال هكا، خصو يكون نظيف ويتبدل على الاقل جوج حتى ثلاثه الخطرات في اليوم. هذا من جهه. الا كنت عندك داك الشرابات يعني راه قضيه عندك مزيانه. هادو هما الشروط اللي كيخصها توفر عندك باش تكون عندك تربيه سليمه ومشروع يكون ناجح، ما يكونوش عندك خسائر. النظافه هذه حاجه مهمه ضروري منها باش ما كيتصابوكش الارانب ديالك بالامراض الجلديه وكتفادى داك الجرب. والحمد لله انا الارانب ديالي راهو في صحه جيده، اللهم بارك. الاشكال والالوان كما كتلاحظوا معايا، هذه غير السجنه الاولى، مازال عندي واحد السجنه لهي. هاد الشروط هادو الا توفروا عندك، الا طبقتيهم بالحرف، راه ان شاء الله غادي يكونوا عندك ارانب سليمه وغادي تكثروا. وكنتمنى يعجبكم الفيديو وما تبخلوش عليا بلايك بواحد جيم، تشجعونا بواحد جيم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، وشكرا على المشاهده.